حقيقة قبيلة بني سعيد وقضاء الدواية تمتاز بزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية وتغطي محافظة ذي قار والمحافظ الأخرى، ولكن خلال 4 سنوات بدأت أنه شحة المياه لقضاء الدواية وبالأحرى الجزيرة لأنها تمتاز بالزراعة وكثرة الأراضي، وقاعد تهاجر الناس والفلاحين من أراضيهم، ويمكن سبب الهجرة هي المياه و70% الهجرة، ولحد هاي اللحظة بني سعيد يفتقدون المياه وقاعد يحفرون آبار، والآبار بعض الأحيان تطلع مالحة وبعض الأحيان تطلع حلوة، وإحنا نناشد رئيس الوزراء والحكومة المحلية بالنظر لقضية بني سعيد وعدم إيصال الماء لهم. المياه سبب رئيسي في هجرة الشعب وفي هجرة مدينتنا والكاملة، تحدث بما جرى وصورته وشفته، فإحنا مطالبتنا لرئيس الوزراء والحكومة المحلية ومحافظ ذي قار، كافي سكوت يا محافظ ذي قار، أين النوم لحد الآن؟ وين 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 غيرتك؟ وين أبوك؟ ناس أنتم علماء، ناس ما أريد من عندك فزعتك تحرك. هذه المنطقة وهذه القرية هي أحد قرى قبيلة بني سعيد القاطنة في قضاء الدواية، والتي تعاني من شح المياه الممنهج، وأعني بكلمة ممنهج يعني عند نداءاتنا وصيحاتنا للمسؤولين النائمين لم يلبوا طلباتنا.